وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ عدنان القطان رئيس بعثة الحج البحرينية. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في هذا اليوم، ولو تحدثنا عن أوضاع حجاج مملكة البحرين اليوم على صعيد عرفات. وعليكم السلام، شكرا جزيلا. حقيقة بداية أحب أتقدم بأن أرفع أثنية التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك باسمي وباسم أعضاء بعثة مملكة البحرين الحج وباسم حجاج مملكة البحرين من هذه الرحاب الطاهرة على صعيد عرفات إلى القيادة الرشيدة ممثلة في جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد حفظهم الله، وإلى شعب البحرين الكريم، سائل الله تعالى أن يعيد علينا هذه المناسبة بالأمن والأمان والصحة والاطمئنان. وأحب أن أطمئن الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات بأن حجاج مملكة البحرين هي المواطنين والمقيمين بخير ولله الحمد وبصحة طيبة، وذلك يعني بحسب المتابعة والتقارير اليومية التي ترد إلينا من اللجان. نعم. واليوم بحمد الله يقف الحجاج بعرفات، وفي هذه اللحظات تتساقط علينا أمطار رعدية، نسأل الله عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة وأن يغسل بها جميع الذنوب من وقفوا على صعيد عرفات. نعم. نعم، هي خدمات عديدة تقدمونها في البعثة البحرينية للحجاج هناك. نعم. لو نتحدث عن هذه الخدمات باختصار. لا شك أن جميع اللجان الآن متواجدة على صعيد عرفات، اللجان طبعا من اللجنة الطبية والأمنية والكشفية والتفتيش الصحي، كلهم على قدم وساق يعملون من أجل تقديم أفضل الخدمات لحجاجنا من المواطنين والمقيمين. نعم. بناء على توجيهات القيادة الرشيدة في اتخاذ كل ما من شأنه تحقيق راحة الحجاج وتذليل العقبات والصحاب أمامهم. نعم. كيف هو التنسيق بين بعثة الحج البحرينية والمملكة العربية السعودية التي تقدم خدمات عظيمة أيضا للحجاج؟ نعم. هناك. نعم. من جميع أنحاء العالم. لا شك في ذلك، واللسان حقيقة يعجز عن ذكر الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود جبارة وتسهيلات ومشاريع تطويرية نشاهدها عام بعد عام في مكة وفي المدينة وفي المشاعر، خدمة وتيسيرا لحجاج بيت الله الحرام وحفظا لأمنهم وأمانهم وسلامتهم. ولا شك أن التعاون ولله الحمد والمنة مع جميع البعثات وخصوصا بعثة البحرين وتسهيل الأمور علينا بكل يسر وسهولة، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وفي جهودهم إن شاء الله. نعم، فضيلة الشيخ عدنان القطان رئيس بعثة الحج البحرينية، شكرا جزيلا لك.